الحب المبني على حب الله هو حب رائع. إذا كان الحب قائما على حب المرء لله فالحب مرغوب به، وإذا لم يكن قائما على حب الله فهو لا شيء ولا علاقة له بالحب والحنان، ومن قال عكس ذلك فهو كاذب. الحب الوحيد هو ذلك الحب القائم على محبة الله، وإذا كان حب المرء قائما على حب الله يصبح قلبه معلقا به، فهو محب فقير إلى الله، وعندما يرى مظاهر عظمة الله في الأرض يصبح حبه لله أكثر عمقا. والمرأة أيضا مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه، وحب المرء للمرأة ينبع من حبه لله، ينبع من حبه لمظاهر قدرة الله. يبين الله صفاته التي أثبتها لنفسه مثل النور والجمال، جميع المحاسن الدنيوية من الله، وبالتالي فإن المحب يقدم كل تضحية لأجل محبوبته، فإذا لزم الأمر يضحي بحياته في سبيل الله، ولكنه يحمي محبوبته، فهو يحافظ على شرفها وعفتها وكرامتها وذكائها وجسمها، كذلك يعتني بنومها وغذائها. هذه هي علامات المحبة، يحميها حتى الممات، وإذا لزم الأمر يضحي بنفسه. على سبيل المثال، الأمهات يحبون أطفالهن، ومن أجل إنقاذ طفلها يمكن أن تسرع إلى داخل بيت يحترق، هذا أمر لا يصدق. لاحظ الحب والرحمة، لاحظ الحب والمودة والشجاعة والجرأة لديها. أترى كيف يكون الحب؟ يمكن أن تحترق من أجل إنقاذ طفلها، وهي تعرف أنها ستحترق، ورغم ذلك تصر على أن تدخل المنزل. من المؤكد أن هذا ليس مقبولا، لأن هذا ضرب من الانتحار، وهي بحاجة إلى اتخاذ تدابير قبل دخول النار، ولكن السبب هو شدة حبها لطفلها. على سبيل المثال، في الآونة الأخيرة سقط طفل من الشرفة، فقفزت أمه خلفه من الشرفة. أترى ذلك الحب؟ هل تلاحظ هذا الجمال؟ بالتأكيد كان ذلك خطأ، ولكن شدة المحبة والطبيعة الشجاعة لافتين للنظر هنا. انظروا إلى تلك التضحية، هذه هي الطريقة التي يحب بها الحبيب حبيبه، وهذه هي الطريقة التي ينبغي أن يحمي بها حبيبته. ولكن البعض الآخر ممن لديهم أفكار خاطئة عن الحب يضر المرأة ويؤذيها ويدمر صحتها وجمالها، مما يجعلها تعاني وتفقد صحتها، ويقول بأنه يحبها، ولكن هذا ليس حبا على الإطلاق، هو مجرد نوع من التظاهر، هذا ليس حبا، فهو لا يخشى الله ولا يحبه، ولم يكرس نفسه لله أيضا. لقد سيطر عليه هذا العالم الدنيوي، ولكنه يتحدث عن الحب.